عصام برضو 10 دقايق كده انتوا بتعملوا ايه والاعداد والسماء الصغير هل من المنطق ان احنا علشان نرضي الناس تفتح ابواب لتدمير امين لطفي التعليم في مصر؟ ما اعتقدش ده، انما كل حقوقهم مصانه وان شاء الله الاوراق مظبوطه وتقدم طبقا للقواعد والقوانين ما فيش مشكله في خالص. شمس طول ما انتم طول ما حواجبكم طاهر نظيف نتمنى ان انتم تخلوا بالكم مني بس. طب ده بغي على حاجه حلوه، جبت ابني هنا ومات على ايدي ما لقيتش روح حضانه ولا شغال عندي. يا راجل حرام عليك. اسالك سؤال، احنا النهارده هنا ليه؟ انت جاي النهارده نورتنا اللي بياخد ده؟ لا جايين عشان نطمن انكم بتتلقوا خدمه طبيه. انا انت ما احنا قافلين نطمن عليكم. هم بعد الراجل ده هنبقى مقدرش الاولاد. ولو في نقدر نقدم اكتر هنقدم اكتر. بس. الله يرفع. عادل عادل.